المسار التعليمي هو أنا الآن أستاذ جامعي، قريت في المغرب حتى البكالوريا في الخوارزمي، ومن بعد التحقت بجامعة بن مسيك خديت الدوغ، وثم انتقلت لأوروبا، ف يعني مشيت لمدينة آخن وثم قريت الألمانية، ومن بعد خديت إنبورس ومشيت لبرلين. في برلين تما كان الامكانيات مزيانه، فانتقلت كطالب مساعد للاساتذه ليزاسيستون، من بعد خديت لانجينيوري، من بعد مشيت لاندستري 6 سنين، ومن بعد رجعت عملت دكتوراه، ومن بعدها دكتوراه درتها في ميدان ديال التلحيم اي تريتمون سيرفاس، يعني جوينينغ اند كوتينغ تكنولوجي، وعملت مع لي كوليغ ديالي في جامعه برلين، عملنا دي بروجي اوروبيان تري غران، وكان هذاك مخول لي انني نتقدم ل الرتبه ديال الاستاذ، والحمد لله توفقت فيها. ومن هذاك الفتره يعني وانا استاذ جامعي في جامعه برلين، ابتداء من سنة 2016 فأنا أستاذ جامعي في جامعة محمد الخامس، وعملت نفس اللابو اللي عندي في برلين. الفعلي ديال شبكة كنسميهم شبكة أو لا بالفرنسية DMK، يعني دويتش ماتوكانيشي كومبيتنس نتفاك، يعني الشبكة المغربية للكفاءات المغربية الألمانية. ودابا هذه شهرين وليت رئيس شرفي، والرئيس الفعلي ولا الدكتور عز الدين معروف. بالنسبة للأكاديمية هذه كنسميوها ستودين كوليك، يعني الكلاس بريباراتوار الموند، فاحنا اسسناها في الدار البيضاء بشراكه مع جامعه اللي انا تقري فيها ديال برلين. وهاد المدرسه كتخول الطالب لما ياخذ البكالوريا انه يقرا اللغه، فاللغه درنا لهم برنامج ديال 6 شهور 7 شهور، واحد الكور اللي هو اولترا انتنسيف، ومن بعد تيدخل السنه التحضيريه. هاد السنه فيها 10 شهور، وجامعه برلين هي اللي مشرفه عليه، بحيث ان البرامج كلهم بما فيهم لي زيكزيرسيس الامتحانات كلهم تحت اشراف جامعه برلين التقنيه، وحتى الامتحان الاخير اللي كنسميوه اف اس بي حتى هو كيدار هنا في الدار البيضاء، ولكن تحت اشراف الجامعه، والامتحانات كيداروا هنا وكيتصحوا في جامعة برلين، ثم الناس اللي تينجحوا تيحصلوا على الدبلوم ديال لو سينا دو برلين اللي هو الدبلوم ديال جامعة برلين، وهذا الدبلوم تيخول لهم انهم يدخلوا لجميع الجامعات والمدارس الألمانية. فاحنا باتفاق مع جامعة برلين انه من بعد الدار البيضاء غتكون الرباط، والان عندنا مستجد وهو مع جامعه برلين، تنشوفوا بان هذه الشراكه انها تبدا تطلع، ان الطلبه تولي عندهم امكانيات ماشي غير يمشيوا لالمانيا، وانما اللي بغاو يبقاو هنا انهم ممكن يقراوا حتى الباتشلر وتعترف بهم جامعه برلين.
طبعا إفريقيا هذا موضوع مهم، لأن المغرب الآن اتجه لإفريقيا، وحنا كذلك تنفكروا أن الأفارقة ديجا هذا العام فتحنا الأفارقة دي زانستيتي في إفريقيا. المعلومات اللي ممكن نعطيكم على هذا الدخول المدرسي هو أنه غادي يبدأ إن شاء الله في هذا الموسم ديال 2022-23، غادي يبدأ في 3 أكتوبر. بالنسبة للكور اللي كاينين، ألوغ كاين دو بروسيسوس في ستودين كوليك إي إس كابي. أون جينيرال كاين بروسيسوس ديال تاخذ البكالوريا ديالك وتكون عندك ديجا لا لونغ ألموند، كتجي كدير أون أني أكاديميك يعني 10 شهور تتقرا على حسب التخصص ديالك. إذا كان عندك بكالوريا سونتيفيك مثلا، البكالوريا خديتي فيزيك شيمي ولا اس في تي ولا شونس مات، فكدير لو كور تي كورس اللي كيديك كيخوليك انك تقرا في الجامعه شونس دو لانجينيور. الناس اللي نيس سيانتيفيك وباغيين يقراو الميديسين عندهم ام كورس كيقراو لي ماتيير ديال الميديسين، ما بيناتهم شي اختلاف بزاف، تقريبا عندهم لي ميم ماتيير، غير كتبقى كيبقى اختلاف في البيولوجي ولا شونس دو لافي اي لا تير اللي ما كيكونش عند الناس اللي باغيين يديروا لانجينيوري اي سي دو شيت. بالنسبه للناس اللي عندهم بكالوريا ايكونوميك حتى هما عندهم الكور ديالهم، وبالنسبه للناس اللي ليتيرير حتى هما كاين الكور ديالهم، ولكن حنا بوغ لانستون كنخدموا غير تي كورس يعني الناس اللي باغيين يديروا لا سيونس و لي سيونس دو لانجينيور في المانيا، ولا في كورس الناس اللي عندهم باك ايكونوميك فوالا. اولا الا ما عندكش اللغه فكتجي كنبريباريوك او بو دو دا سيمستر كتقرا ان كور اولترا انتنسيف، يعني كتقرا من باسكو لا كونديسيون باش تدخل ستودين كوليك خصك يكون عندك لو نيفو بي 2، دونك كدير ان كور اولترا انتنسيف فيه ان سيمستر، كتقرا ا 1 ا 2 بي 1 بي 2، اون فوا كتسالي كدوز الامتحان وتجيب لو ديبلوم ديالك، هذيك ساعات كدوز هذاك لو تيست دادميسيون او ستودين كوليك. سي بور لي دو كي سا سو ديجا عندك اللغه بور الناس اللي هضرنا عليهم في الاول، اولا الناس اللي يلاه غادي يقراو اللغه كيدير ضروري هاد لو تيست دادميسيون بالالماني سميتو اوفنامه تيست. اون فوا كتنجح في هذاك لو تيست راه كتدخل دير لو كور ديالك ستودين كوليك في الاخر ديال العام، بيسكو حنايا تابعين لونيفرسيتي تكنيك دو برلين، دونك الا درتي ستودين كوليك هنا في اي اس كابي كازابلانكا راه بحال درتيه في المانيا في برلين، ما كاينش فرق، كنقراو سيمولتانيمون فحال فحال، نفس لي بروغرام نفس الدروس نفس التمارين. دوكو في الاخر راه هما اللي كيحطوا ليكزامان فينال سميتو اف اس بي فيست شتالونغس بروفونغ، الا نجحتي راه هما اللي تيحطوا الامتحان باردون هما اللي تيصحوه، والا نجحتي راه هما اللي تيديليفرو لك الدبلوم اللي كيعطيك الحق تدخل اي جامعه في المانيا، ماشي بالضروره هذه تبان لنا تابعين لها حنايا.